السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتحدث المرة هذه إن شاء الله على موضوع التي سيل أو السيل أكتيفيشن بشكل أو بآخر. زي ما تحدثنا في السابق، طبعا ذكرنا أكثر من مرة إنه الأنتيجين بريزنتنج سيل بتعمل عرض للأنتيجين في الليمف نود للنايف تي سيل، وبيحصل لها طبعا اكتيفيشن، ونتيجه هذا الاكتيفيشن بيحصل عندنا بروليفريشن للخلايا، وبعد هيك الخليه بيصير لها ديفرنشيشن، يا اما تصير افكتور سيل او ميموري سيل. وهذا الكلام بينطبق سواء كان على التي سيل، تمام، اللي بيحصل في عمليه لقائها مع الدندريتك سيل، وكذلك بيحصل مع البي سيل في اللي هو المكان اللي هي فيه من خلال تفاعلها مع الشغلتين، هنتحدث عنهم ان شاء الله ليتر اون، اللي هو التفاعل مع الدندر مع حاجه بيسموها فوليكولار دندريتك سيل، وكذلك مع تي هيلبر سيل زي ما هنتحدث ان شاء الله ليتر اون. وطبعا لما نيجي نتطلع على موضوع التي سيل في الاخر، المحصله انه انت يا تي سيل هتعملي لي سايتوكاين برودكشن اذا كنت تي هيلبر سيل، واذا كنت سايتوتوكسيك سيل هتعمل عملية الاتاك لمين؟ للانفكتد سيل، وتعملي لها عملية الكيلينج برضو زي ما نلاحظ ان شاء الله في نهاية المحاضرة. البي سيل هي هتعمل عملية انتيجين، عفوا انتي بادي برودكشن، وهذا الانتي بادي زي ما احنا عارفين في الماضي له اكثر من فانكشن من ناحية نيوتراليزيشن او اوبزنايزيشن لهذا الانتي الموجود عندنا. اذا العامل الاساسي في الموضوع انه لابد يكون عندي دنتريك سيل اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل. وذكرنا كمان بانه في المحاضره السابقه انه لابد اللقاء ما بين الدندريتك سيل والتي سيل يكون فيه وجود حاجه بيسموها ميونولوجيكال سينابس، اللي تحدثنا فيه في المحاضره الماضيه على لقاء الام اتش سي كلاس موليكول مع التي سيل ريسبتور، لابد يكون، وكذلك لابد يكون عندي كوستيمولاتوري موليكول سيجنال، يعني وكانه انت بتقول لي هيحصل عندي سيجنال من خلال لقاء الام اتش سي كلاس مع التي سيل ريسبتور، صحيح، وكذلك هيحصل عندي سيجنال من خلال لقاء الكوستيمولاتوري مولكيولز مع بعض. زي مين؟ يعني مثلا عندي سي دي 40 مع 40 ليجان، عندي سي دي 86 مع سي دي 28، هذا التفاعل بسموه كوستيمولاتوري سيجنال بيخرج من خلاله، وبيحصل هناك عمليه الاكتيفيشن برضه في التي سيل بشكل عام وكذلك للدندريتك سيل. اذا ان جنرال الفورن انتيجين بيؤخذ من خلال المستقبلات، زي مثلا عندي التول لايك ريسبتور على سبيل المثال، يؤخذ من خلايا الدنتريتك سيل او من خلايا الماكروفيج، هذول طبعا خلايا الانيت اميونيتي. الان هذه الخلايا هتتنشط، او خلينا نقول الدنتريتك سيل، عندما احنا ناويين نتحدث عن الاكتيفيشن للنايف سيل، حتى تتنشط الخلايا في لقائها مع التي سيل، وبتبدا تنتج لي تيومر نيكروسيس فاكتور الفا، وكذلك انترلوكين ايش؟ 12، انترلوكين 12. الان طبعا خليه الدندريتك سيل في عاده بدايه اخذ الانتيجين بتكون الخليه مش ماتشور كومبليتلي، بتكون اماتشور. بعد ما تاخذ الانتيجين بيبدا يحصل عندنا عمليه الماتشوريشن بروسيس، وبتبدا تطلع على سطحها تزيد الام ات سي كلاسز as well as تزيد عندي الاكسبريشن للسي دي 80 و 86 على سطحها. هذه الصوره مرت علينا زي ما احنا شايفين، نمر عليها على السريع. دنتريتك سيل ام ماتشور اخذت لي عندي الانتيجين من خلال مستقبل تول لايك ريسبتور، في خلال اللي هو سريانها الى ان تصل للليمف نود تبدا عمليه الماتشوريشن بروسيس تحصل من زيادة ام اتش سي كلاس 2، من زيادة البي 7، بي 7 طبعا اللي هي سي دي 80 او بي 7.1 سي دي 86، تمام، وبيبدا تنشط عملية الانتاج بتاعت الانترلوكين 12 والتيومر ريكورسيس فاكتور الفا. الان طبعا بتمشي في طريقها الى ان تصل الى الليمف نود. في الليمف نود طبعا قلنا الماتشور دنتريتك سيل الان بتبدا تتكون، يصير لها ماتشوريشن في منطقة الايش؟ الباراكورتكس زي ما ذكرنا، منطقة عفوا الباراكورتكس، بيبدا اللقاء مع مين؟ مع التي سيل، ما هي مين؟ الدنتريتك سيل. طبعا هنا ما لهاش علاقة في موضوع البي سيل، وبيحصل عندي عملية الاكتيفيشن. طبعا التي سيل هذه اللي احنا بنقول عنها نايف سيل،
يعني في الأصل هذه التي سيل اعتبرها تي هيلبر، تمام؟ يعني في عندها سي دي 4، تمام؟ لكن هذه التي هيلبر أنا ما زلت بقول عنها تي هيلبر زيرو، بقول عنها تي هيلبر إيش؟ زيرو، يعني هي الآن لم يحصل لها عملية تعريف بأنها أنت هل أنت تي هيلبر 1 أو تي هيلبر 2. عندما تسمى تي هيلبر 1 أو تي هيلبر 2 هذا التسمية تكون اعتمادا على طبيعة السيتوكاينز التي سوف تخرجه. إذن الآن عندي تي هيلبر 0 هيحصلها اكتيفيشن، واللي بيحدد انه كيف يكون عندي تي هيلبر 1 او تي هيلبر طبعا 2 كمان عملية الكونتاكت الموجود عندي ما بين الدندريتك سيل وما بين التي سيل، هذا شغلة. والشغلة طبعا الثانية انه طبيعة الانتيجين، هل هو اندوجينيوس انتيجين او اكسوجينيوس انتيجين، تمام، بشكل او باخر. الانتيجين بريزنتنج سيل طبعا احنا عارفين طبعا بس من باب التذكير انه في عندنا بروفيشنال انتيجين بريزنتنج سيل وذا بيست فيهم اللي هي التعامل مع النايف سيل اللي هي قلنا عنها الدنتريتك سيل. عندنا ماكروفاج انتيجين بريزنتنج سيل بي سيل، النون بروفيشنال ممكن تكون في الفايبروبلاست، التايميك ابيتيليال سيل، الجيليال سيل موجود في البرين، تايرويد ابيتيليال سيل، بانكرياتيك بيتا سيل، فاسكولار اندوتيليال سيل، هذه ممكن تكون عبارة عن خلايا وقتية تكون عبارة عن انتيجين بريزنتنج سيل ويحصل عليها اكسبريشن للام ات سي كلاس 1 و2. وذاكرين تحدثنا على التايميك ابيتيليال سيل كورتيكو ابيتيليال سيل، قلنا عندها لانه هذه الخلايا تحتاج انها تعلم الخلايا التي سيل تعملها ديفرانشيشن، تمام، ليه طبعا فترة مؤقتة. الآن نتطلع بشكل أو بآخر على أنه قلنا في عندنا حاجة اسمها immunological synapse، عفوا بديش أراني أقرأ immunological synapse، هذا عبارة عن منطقة اللي هي ما بين الدندريتك سيل as antigen presenting cell احنا بنحكي الآن كfirst time والتي سيل. لابد يكون عندي هناك contact التي سيل ريسبتور مع الام ات سي كلاس 2، تمام. احنا قلنا الام ات سي كلاس 2 طبعا اكيد هذا في احتكاكه مع التي سيل بتاعت التي هيلبر. عندي الكور ريسبتور سي 4 سي دي 4، عندي كوستوميلاتري موليكول سي دي 40 ليجن مع سي دي 40 سي دي سي دي 40 ليجن مع سي دي 40 سي دي 80 او 86، تمام، الكوستوميلاتري موليكولز مع سي دي 28، تمام، او مع السيتوتوكسيك تي لينفوسايت انتيجين 4، هذا في حاله ما بنعمل نيجاتيف او نعمل انهيبيشن، تمام. في عندي كمان اذر ادهيجين موليكول سي دي 54 سي دي 58 باسمائهم يلتقوا مع السي دي 11 اي او سي دي 18 او سي دي 2 على التي سيل. هذه هي المنظومه. طبعا اكيد في كمان اذر موليكولز بيشكل لي هذا الاميونولوجيكال سينابس، الاميونولوجيكال سينابس. الان هذا الانتر اكشن، تمام، حيكون في عندنا طبعا ما بين خلية التي سيل والانتيجين بريزنتنج سيل في وجود الانتيجين، تمام، التي سيل ولها الان حيحصل ما يقرب من 100 مره حيصير له ايش؟ حيزيد الريسبونس تاعها للانتيجين، وحيصير عندي الان اكتيفيشن للتي سيل، وحيحصل عندي السيجنال ترانزدكشن، والسيجنال ترانزدكشن حتصير من خلال ايش؟ عده اوجه. من هنا حيصير عندي سيجنال ترانزدكشن من اللقاء بتاع تي سيل ريسبتور مع الام ات سي كلاس 2، حيصير ريسبتور من سي دي 86 سي دي 40 ليجن، كلهم حيحصل سيجنال ترانزدكشن وحيأثر على ايش؟ حيأثر على منظومه الجين اكسبريشن وانتاج اذر موليكولز حتساعد في عمليه برضه الاكتيفيشن للخلايا. فهنا عندنا الخلايا مختلفات طبعا موجوده عندي بهذه الموليكولز اللي ذكرناهم هنا موجودين عندي هنا، لكن ذكر لي مثال على سبيل المثال CD40 مع ال40 ليجند، CD40 مع CD154 هنا، CD154 اللي هي CD40 ليجند، ليجند ل CD40. هذول الاثنين لو احتكوا مع بعض حيزودوا لي من الاكسبريشن لبي 71 و7 اللي هم مين؟ اللي هم CD80 و86. حيكون يعطيني اشاره للخليه التي سيل، يلا يا تي سيل ادخلي لي على الانتي ابوبتوسيس، يلا يا تي سيل اعملي لي ايش؟ اكتيفيشن، واعملي لي كمان اتراكشن مع الانتيجين بريزنتنج سيل. كمان هذا بقول لي سي دي 40 ليجن مهم عندما ايش؟ عندما تلتقي التي سيل
مع البي سيل اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل، اعرف انه هذا لقاء مهم في سبيل انه ايش يقدر يعمل لي سويتشنج لخليه البي سيل وتروح تعمل اللي هو انتاج لأدر انتي بادي. كمان بقول لي والله هذا ممكن يحصل عندنا ادهيجن زي ما ذكرنا، عارفين هذا الكلام من خلال هذه المولكيولز. اذا هذا اللقاء لابد يحصل عندنا لقاء الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي عبارة عن الدندرتك سيل مع النايف سيل اللي هي تي هيلبر زيرو. تمام، هذا اسمه immunological synapse the area of contact between antigen presenting cell and T cell عساس يعمل عندي intracellular signal بشكل أو بآخر، وطبعا تحتاج إلى وقت بشكل عام. أوكي، إذا هذا اللقاء بيعمل عملية change في conformation في الممبرين بتاع الخلايا. تمام، وهذا كمان حيساعد في عملية السيل سيجنال أو سيجنال ترانزدكشن. هذا صورة أخرى بتوضح لي، ها الآن الصورة لازم تتقرب للدهن. نايف سي تي سيل ممكن أنا أكون سي دي 8 سيل، ممكن أكون سي دي 4 سيل، أو ممكن أكون سي دي 8 وسي دي 4 شبكين على خلية الدندرتك سيل، ممكن. وهذا الكلام ذكرناه في حالة عندما نتحدث على مين؟ على اندوجينيوس انتيجين، يعني الدندرتك سيل عرضها لي اندوجينيوس انتيجين، عرضها لي انتيجين بتاع انتراسيلولار بكتيريا او بتاع فيروس. لكن في حالة ما بكون عندي اكسوجينيوس انتيجين بعرف انه اللقاء حيكون مع السي دي 4 سيل نايف. واضح؟ الون. تمام. ف بديش اعيد التوصيف مرة أخرى. تأمل الصورة بشكل عام من خلال، أعيد تاني على الأساسيات، لقاء تي سيل ريسبتور مع الام اتش سي كلاس. تمام، سواء كان ام اتش سي كلاس 1 أو 2. تمام، هذا كنت حطه في ذهنك، مع الكور ريسبتور بتاعهم. في عنا أدهيجين موليكول، في عندي كوستوميولاتري موليكول ذكرناهم، سي دي 40 مع 40 ليجان، سي دي 86 مع سي دي 28. هذه كلها لقاءات لابد تحصل عشان يحصل عملية الاكتيفيشن اللي احنا عايزينهم بين الخلايا. طيب، هنا في كمان نظرية أخرى، جست يعني نوع من الاكسبيرمنت، يعني ما نركزش عليها، انه بقول لي بعض أحيانا بيحصل انه الـ MHC class موجودة عندي في اندوسوم، بتطلع عندي برا وبتلتقي مع التي سيل. هذه عبارة عن اجتهادات من خلال الاكسبيرمنت. MHC class بتكون موجودة في وين؟ في الإكسوسوم. تمام؟ هاي MHC class موجودة في الإكسوسوم وبتلتقي لي مع التي سيل ريسبتور وبيحصل كونتاكت، لكن هذا كلام عبارة عن يعني just imagination، لكن حقيقة لم يعني يثبت من خلال الكتب الصادرة حديثا. بيجي بقول لي الآن بدنا نتحدث على الإيفنتس. الآن حكينا عن اللقاء ما بين دندرتك سيل واللي هو نايف سي دي 4 او نايف سي دي 8 سيل. اذا هذا الكلام بيحصل في وين؟ في منطقة الباراكورتكس في وجود التي سيل. بقول لي بعد ما يحصل هذا السينابس الاميولوجيكال سينابس هيحصل في عندنا رياكشن على مستوى الخلية بتاعت التي سيل. فبيجي بقول لي انتراسيلولار ايفنت، الاحداث اللي حصير في السي دي 4 تي سيل اكتيفيشن. عملية سهلة نتبعها خطوة خطوة. الخطوة الأولى بقول الام اتش سي كلاس 2 حتربط مع التي سيل ريسبتور، هذا الكلام فاهمينه. كمان بقول لي تنساش يا باشا انه في عندي انا كومبلكس للتي سيل ريسبتور سي دي 3 مع الزيتا موليكيول، هذا الكلام اذا ذكرينه في المحاضرات السابقة. بقول عندما يحصل هذا اللقاء هيحصل تشينج في الكونفورميشن بتاع الممبرين لبد. تمام، وحيحصل في الحالة هذه نوع من الاكتيفيشن للسي 3 سي دي 3 والزيتا. الان ايش بقول لي؟ عملية الاجريجيشن هنا اللي صارت عندي للممبرين، تمام، وتغيير في الكونفورميشن بتاع التي سيل ريسبتور هيعمل لي اكتيفيشن لأدر انزيم اسمها تيروسين كاينيز انزيم. تمام، زي ما حنشوف في الصورة هذه الكاينيز انزيم. تمام، هيصير إلها اكتيفيشن، او المعنى الاصح هيصير لها ايش؟ فوسفوريليشن لمين؟ للتيروسين بتاعتها. اوكي، الان بعد ما تحركت هذه السي دي 3 والزيتا
تمام، عليهم ارتباط مع تيروسين كاينيز، كاينيز انزيم بروتينز مرتبطه مع السي دي 3 مرتبطه مع الزيتا. هذول البروتين او هذول الكاينيز مالهم اسمه اف واي ام اسوشيتد ماله ود سي دي 4 زيتا. تمام، يعني عندنا الزيتا الموجوده بجوار السي دي 4، عندنا طبعا اللي هو الاف واي ان، عفوا الاف واي ان اللي هو مع السي دي 3، وكذلك ال سي كي مع مين؟ مع الزيتا. اوكي، اذا الزيتا مرتبطه مع عفوا السي دي 3 مرتبطه مع الاف واي ان كاينيز انزيم، والزيتا مرتبطه بال سي كي. الان الاثنين هذولا ويل بي اكتيفيتد، تمام، موجودين. الان ايش اللي بصير عندنا؟ يوجد في هذا الـ في هذا الكاينيز انزيم، اوكي، بيحصل في في فيهم هذا البروتين. خلينا نيجي على الصوره عشان تكون الصوره نوعا ما اوضح. هنا نذكر في الصورة انه في عندنا الزيتا بروتين سي دي 3 عفوا، وعندي انا الزيتا، هذول بيحصل لهم اكتيفيشن نتيجة الكونتاكت او الممبرين ديفورمابيلتي اللي صارت عندي للسيل ممبرين، صار اكتيفيشن عندي للسي دي 3، قامت عملت لي ايش؟ فوسفوريليشن لمين؟ لا اللي هو الانزيم او للكاينيز اف واي ان. تمام، وكذلك عندي ايش؟ هذا السي دي 3، السي دي 4 كمان بقول لي بيحصل عندي كمان ال سي كي، ال سي كي مع الزيتا عفوا، بصير لهم اكتيفيشن زي ما موضوع الاف واي ان. اوكي، الان طبعا ما دام الزيتا صارت نشطت، ال سي واي والاف واي ان، تمام، هذول التنين كاينيز انزيم مع وجود الحاجه بسموها الموتيف اللي هي المناطق اللي فيها التيروسين في نهايه الدومين بتاعت اللي هو السيتوبلازم بتاعت الزيتا، بعد ما يصير لهم اكتيفيشن بيحصل عندي اكتيفيشن لمين؟ للزاب 70 بروتين. تمام، زاب 70 هنا وزاب 70 هنا بصير لهم ايش؟ اكتيفيشن. تمام، اذا الان الزاب 70 صار له اكتيفيشن، وكذلك بصير لهم اكتيفيشن الزاب 70 من وين؟ من خلال الاف واي ان كاينيز والال سي كي كاينيز. تمام، اذا هذا اللي حصل عندنا. نرجع ثاني للصوره للكلام، اذا الاف واي ان بصير لهم اكتيفيشن والال سي كي. الان هذول طبعا بدورهم في عندنا قلنا في الزيتا اي تي ام، هم بصير لهم كمان كلاستر على منطقه السي دي على الزيتا التنين، او بالمعنى الاصح كمان بيعملوا اكتيفيشن للزاب 70. اذا الان في عندنا حاجه بسموها اميونو ريسبتور تايروسين بيست اكتيفيشن موتيف، موتيف يعني جزء من هذا الزيتا، تمام، في تايروسين، اوكي، بصير لها طبعا اكتيفيشن. اوكي، بعد ما يصير لها اكتيفيشن من خلال ال سي كي والاف واي ان، تمام، بروح ايش بيرتبط معها هذا الموتيف؟ بيرتبط معها الزاب 70. الزاب 70 حيصير له اكتيفيشن من خلال ارتباطه على الاي تي ام موتيف، وكذلك من خلال ال سي كي والال واي والاف واي ان. الان الزاب 70 بدوره هيروح يعمل اكتيفيشن، هنشوف الان بالصوره، او يعمل فوسفوريليشن لمين؟ لاذر بروتينز، لاذر عفوا مولكيولز او بروتين موجودات عندي في الممبرين تاعت الخليه. هدول البروتينز اسمهم ال اي تي او اس ال بي 76، مالهم؟ موجودين في السيل ممبرين، عملات لي زي الان بعد ما يصير لهم اكتيفيشن هدول التنين مع بعض بيعملوا لي زي كومبلكس، تمام، بيعملوا لي ايش؟
زي كومبلكس مع بعض. نشوف الصورة عندنا هنا. هاي الصورة. الآن قلنا الزب 70 قامت نشطت لي اللي هو اللي ذكرناهم التنين الموجودين عندنا. تمام؟ الآن بعد ما يصير لهم اكتيفيشن بصير لهم نوع من الفورميشن للكومبلكس. بلزقوا مع بعض، بقربوا من بعض اللي هم الموجودين عندي الاس ال بي تمام مع الاذر بروتين. الان هذول بعد ما يصيروا ككومبلكس تمام التنين هذول حيحصل في عندنا انه ال اي تي والاس ال بي اوكي ايش بيحصل؟ يحصل كالتالي سوري هذه الادابتر بروتين بيعملوا لي فوسفوريليشن لمين؟ لفوسفولايبيز سي جاما. ها اذا بعد الان خلينا نجي نحكي ثاني السي دي 3 والزيتا بصير لهم اكتيفيشن في عندهم موتيف في السيتوبلازميك ريجون هذول بصير لهم اكتيفيشن التيروسين فوسفوريليشن في عندنا اذر انزيم موجودين كاينيزز بروحوا بيرتبطوا مع اللي هو الموتيف الاي تي اي ام قلنا عنها وبيشتبكوا مع بيعملوا لي اكتيفيشن مع الزاب 70 بالاضافه كمان الزاب 70 تتاثر بصير لها اكتيفيشن عندما ترتبط مع الاي تي اي ام وبعد هيك الزاب 70 ما تتنشط بتروح بتنشط اذر ادابتور بروتين في الممبرين وهذه الادابتور بروتين بتروح بتنشطني الفوسفولايبيز سي جاما هذه بعد ما تنشط الفوسفولايبيز ايش بيعمل؟ بروح بيعمل لي ايش؟ بريك داون لحاجه اسمها فوسفوتايدل انوسيتول بايفوسفيت وبحولها لمين؟ لاي بي 3 اذا البي اي بي 2 بتحول لاي بي 3 انوسيتول ترايفوسفيت والداج داي اسيل جليسرال ويتش اكتيفيت ترانسكريبشنال فاكتور اذا الداج بتروح بتنشط ترانسكريبشنال فاكتور اسمه نيوكليار فاكتور كابا بي والترانسكريبشنال فاكتور بدوره هذا حيتنشط وحيروح يدخل في النيوكليوس وحيعمل لي ايش؟ اوبن لجين مطلوبه سيتوكاين سيتوكاين ريسبتور اند سو اون تمام اذا فهمنا الداك الان الاي بي 3 ايش بدوره بيعمل؟ بروح بيعمل انكريز لدخول الكالسيوم في او في خروج الكالسيوم من وين؟ من الاندوبلازميك ريتيكولم تمام بيعمل نوع من الاكتيفيشن لسيرتين بروتين على الممبرين تاعت الاندوبلازميك ريتيكولم فبيطلع عندي الكالسيوم وين؟ في السيتوبلازم الان الكومبلكس اللي حيحصل عندي من الكالسيوم تمام مع الايش؟ مع مع الكالموديولين بصير عندي كومبلكس هذا الكومبلكس بيعمل لي اكتيفيشن للكالسينيورين اوكي الكالسينيورين بدوره تمام بيعمل لي ديفوسفوريليشن لمين للنيوكليار فاكتور اكتيفيتد تي سيل هذا الفاكتور اللي بصير له ديفوسفوريليشن بصير له اكتيف من الديفوسفوريليشن تمام سوف يذهب الى النيوكليوس ويروح عندي يشبك على البروموتر بتاعت الترانس بتاعت جين معين ويعمل اكتيفيشن للجينز التارجت بتاعتهم وهيك بيحصل عندنا عمليه ايش الاكتيفيشن من خلال الكونتاكت بتاع مين بتاع الدي سيل ريسبتور مع الام اتش سي كلاس واضح تمام اذا بهيك بنكون احنا عرفنا الكونتاكت ما بين السي دي سيل ريسبتور مع الام اتش سي كلاس 2 تمام في عمليه الاكتيفيشن بروسيس فبقول لي بشكل عام هذه الباتوي احنا ممكن نحبطها من خلال سايكلوسبورين وهذا بيحصل في خلال زراعه الاعضاء انه انت بتكش تعمل الاكتيفيشن للتي سيل فبتروح بتضيف السايكلوسبورين ايه على اساس تعطي للمريض عشان يحبط اللي هو ايش يحبط اللي هو التي سيل اكتيفيشن كمان بيجي بيقول لي السي دي 28 مع البي 7 احنا مش قلنا هذا كوستوميلاتري مولكيول بيرشط لي برضو اذر بروتينز اسمهم راس وراك هذول بيحصلهم عمليه اكتيفيشن وبيحصل عندي في الاخر اكتيفيشن لاذر ترانسكريبشنال فاكتور اسمهم ماب تمام اوكي او اذر ترانسكريبشنال فاكتور اي بي 1 هذول بدورهم هيعملوا لي ايش اكتيفيشن لمين از ترانسكريبشنال فاكتور من خلال قاعدتهم على البروموتر
لأدر جين، تمام، وبحيعمل اكتيفيشن للتي سيل، بروليفريشن حيحصل لها اللارجمنت للتي سيل، انتاج انترلوكين 2. الانترلوكين 2 والانترلوكين 2 ريسبتور كمان حينتجوا، حيروح الانترلوكين 2 ريسبتور على السطح، وحيجي الانترلوكين 2 برضه نفس الشيء اوتولوجس حيشبك على الريسبتور تاعه ويزود لي من عمليه الاكتيفيشن للتي سيل، وهيك التي سيل بصير لها بروليفريشن، بصير لها اكتيفيشن، وبتتحول لإفكتور سيل، وجزء منها بتحول إلى ميموري سيل، وهيك بتحصل عندي عملية الأكتيفيشن للتي سيل.